رجعنا من جديد في زون ميكس والتحق بنظيفنا اليوم اللاعب السابق للنادي الافريقي جمال الرحومه. جمال اهلا بك. اهلا مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله. مادام نحكيت على الكلوب 1-1 لحد الان ماتش موسي ليفيزين 39 دقيقه لعب في المقابله بين الكلوب ومستقبل الجيش. تنتبع معاكم كل اطوار المقابله والاولمبي البيجي كيف كيف يتقدم في ضد كذلك رجي جريس 2 بلاش اهداف جاك بيسون وشهاب جبيلي. تقريبا ماتش بيجا وجريس بدا ما ساعتين في نهايته تقريبا لكل بدا مطافة. نتابع معكم كل اطوار المقابله نعطيكم نتائج لحظه بلحظه. على كل ضيفنا اليوم لاعب غالبا الظهور الاعلامي حتى كما قلت في تقديم وبعد مش حتى ظهور اعلامي حتى ظهور في الميدان فماش ملي بطل الكره تقريبا سنه 2011 2012 لو اكد لي هو بعيد على الاضواء. شو منك انت هذا جمال ولا شنو؟ نورمالمون شو مني انا؟ علاش؟ بريود الاخرانية واحد تعب شويه من الكوره وزدت بريود نتاع ثوره خيرت اني نبعد. من الاول ما كنتش في بالي باش نبعد شويه معناها، من بعد قررت اني نبعد جمله على الكوره. تشديت ثنيه اخرى والحمد لله توا الحمد لله. اي فما لاعبين قدم معناتها كيفك اغلبهم يخموا تحليل تدريب ما عرفتش حاجه من النوع هذا حتى جون جوار. انت علاش الشواء نتاع انك تبعد على كل جمله؟ شفت حاجات في الكوره خليتك تكرهها ولا شنو؟ شفت حاجات اني خيرت اني نبعد وممكن مرش روحي في ميدان نتاع التحليل والا نتاع لاجون جوار. قرار خذيته بون قرار صعيب اما خيرت اني نبعد. تدريب كيف كيف لا كيف كيف لا لا معناها ديسيزيون معناها فينال ولا نجم نشوفوك نهار ترجع فيه؟ فينال نورمالمون فينال. قلت لي شفت حاجات مثلا شنو شفت؟ بون الكره اللي في البريود نتاعي انا مش كيما في البريود هذه كيما فيها الخايب فيها الباهي زاد. اما ممكن فما هاني قلت لك شوا مني انا فما برشا ملاعبين نتصور كيفي نتصور انا كيما اشرف خلفاوي راها بعد زاده اي عكس عكس شكري عكس شكري مدرب تو في المغرب يدرب عكس خالد مول هي اي في التحليل خالد في التحليل معزوم علينا فيها فهم تحليل فما وليد الغول كيف كيف بعد فما حمدي المرزوقي هذا شو حمدي يظهر ساعات في التحليل اي مو هذا شو مني انا نتصور اني مش نرجع فيه والله اعلم ممكن الله اعلم. باهي خلينا نرجع بيك شويه للذاكره برشا سنين التالي احكي لنا جمال كيفاش بديت الكره. نحكي لك من الاول بالكل من الصغير باه كالعاده كيما الصغار الكل في الحومه سمعنا فما دي تيست في البارك اقرب شويه ميكرو سمعنا فما دي تيست تاع الصغار في البارك مشينا قانون راهو فيهم تاع الفوت ان شاء الله العام الجاي قررنا مشينا ولاد الحومه على اساس باش نمشيو نعملوا باسكيت مشينا ترينا باسكيت قبلونا في الكلوب في الكلوب هذه ما يعرفها حد. مشيت نلعب باسكيت ما با جمع جمعتين كي كمل لونترينمون يعطينا كوره نقعدوا نلعبوا احنا فهمت قعد يغزر لونترينور تاع الباسكيت مره اثنين ثلاثه عيط لي قال لي غنديك باش نهزك باش نهزك لونترينور معناها مدرب الباسكيت هو مدرب الباسكيت هو اللي هزي اي نتذكر وقت صفات حجبال قال له خليه عندك هذا من الوقت بديت فتح جبال هو وقتها مدرب يراني في فوتو فتح جبال فتح جبال فما سنين بعض الغفار من بعد بالمناسبه نوجه له تحيه تحيه لي بديت مع سي فتح جبال جينيراسيون وقتها كريم سعيد يانيس القروي برشا ملاعبية فهمت الكل بديتوا مع بعضكم بدينا بعضنا صغار وبدات الرحله وقتها بدات وانت كلوبيست وقتها ولا شنو؟ كبير كلوبيست الشواء نتاعك تمشي للكلوب العائله الكل تحب الكلوب وسيرتو الوالد انا نحب الكل وانا نحب الكلوب ومشيت للكلوب ما ندمتش على الشواء من بعد ولا لا حتى اذا كان ماكش كلوبيست تمشي للكلوب ما يلزمكش تندم لا علاش؟ ما يلزمكش تندم الكلوب يستحيل واحد يمشي لها باش يندم حتى لو كان هو مش كلوبيست يلعب في الكلوب تصورش شكون ما يتمناش يمشي للكلوب ولا يعرف الكلوب. باهي احكي لي عن المسيره في الليجون كيفاش كانت معناتها من اللي صغير كنت في بوست هذيك كمدافع ايسر من اللي صغير مدافع ايسر بديت في ليكول في الميني في الكادي ساعات نلعب اريير سنترال اما الاكثر هي على اليسار مدافع ايسر ما لقيت الصعوبات ديما تلعب وقتها؟ لا لا في الليجون الكل لعبت كما قلت لك نوجه تحيه لسليم عبد الغفار هو الفضل يرجع لربي اول حاجه ومن بعد سي سليم ممكن فما حاجات باش نحكيهم الفيزيوناج اللي ممكن توا فما دي زونتونور ما يعملوهمش نذكرك بحاجه ممكن راه يسمع فيا توا
كنا نترناو يهزنا للملاعبيه لي ديفونسور وحدنا ولي زاتاكون وحدنا يهزنا للدار نعملوا فيزيوناج يرانينا كيفاش لي تاكل معناها فيزيوناج في الجون تعرف من عام هذا 97 تعرف من 97 اونترنور في ليكول في الميني بكادي يهز يورينا في الدار فيزيوناج يساوي بالونترينمون معناها لا يورينا مثلا لي زونترينمون برا يورينا فيزيوناج في الدار كيفاش تعمل لي تاكل واحنا صغار فهمت كيف قلت لكم مجرد تحية والفضل يرجع للي هو نتاع انسان مغروم بخدمته مغروم وانا نتصور ملقاش حظه في تونس ان شاء الله ان شاء الله نداء فهمت وكان ياخو فرصته نتصور يكون مدرب كبير ياسر صحيح باي قلت لي كنت ديما تلعب كيفاش كان طلعوا للسينيور طلعوا للسينيور بو كان نذكر كان جاء اكسبرايا فما ديريكتور وقتها جيلبير عملنا سنتر فورماسيون في البارك نقراو ونباتوا غادي بون ياخذوا في كل لي كاتيجوري ياخذوا مش الاحسن ملاعبيه اما اللي يراو فيهم خير ممكن فهمت بدينا معاه معنا وقت سي محسن طرابلسي في اللجنه الطبيه وانا في السونتر نخدموا خدمه مليح صباح وعشيه ابار لونتريمون تاع الكاتيجوري اللي نحن فيها وبون طلعنا وقتها طلعت انا وكريم السعيدي طلع بابتوري معانا في الجينيراسيون هذيك خدمه مليح خدمه باهيه بابتوري في الكلوب في لي جون ملي صغيره اي في ملي جون فما با فما عبد الله فما جول كايتا جينيراسيون هذه عافية عام قديش طلعكم للسينيور من اول واحد طلعت هو انا عام 2001 مع اكسبرايا هكا مع اكسبرايا من بعدها طلع معايا كريم عام 2001 ولعبك كي طلعت ولا من اول ماتش لعبت اول ماتش لعب في لعب وقتها في مدنين مع مدنين في مدنين ومن بعد مع سي اس اس ومن بعد في الدربي اللي في راد سان شكون كان وقتها ريغوش وقتها كان عماد البثوري فما توفيق الصالحي نتذكر عماد ضرب وقتها يظهر لي من وقتها بدات معناتها البلاسيون تاع عماد البثوري وقت ممكن كانت سبب اي من وقتها اول ماتش لعبته اي خذيت بلاستيك مع عودتش نحار من وقتها خذيت بلاستيك وبدات المسيره من وقتها بدات المسيره كيفاش كانوا اول ماتشات ليك معناتها خاصة نحكي لي على اول ماتش في المدنين اول ماتش خسرناه في المدنين وقتها مازلت صغير ب 18 سنة من بعد في صفاقس لعبنا ومن بعد لعبنا الماتش الديربي تاع 2-1 تاع بدرة سيدي بدرة اي ومن بعد بديت نلعب معناها البداية ما كانتش كما باهية برشا ما كانتش باهية من الاول وبون الماتشات عملت ماتشات باهيين ومازلت صغير وكذا من بعد بديت تجي ريزولتا ومشات معايا شوية من الاول فغالي من احسن الذكريات هي البطولة العربية اللي لعبتوها في السعودية في السعودية 2003 هكا 2003 من احسن ديجا فما ماتشات خديت فيها من احسن لاعب وبون عاونوني وقتها برشا من لاعبية الكبار نتذكر وقتها معنا طارق التايب عادل السليمي كنت نبات انا وطارق ببعضنا فرد بيت وقت يقول لي اذا كانت ترى الكره عندي امشي اجري من غير ما تلفت توصل لك حتى اذا كانت راني نغزر هكا عملت كوب ضرب كبيره باهي طارق الطيب لاعب كبير اللي وقتها فلته اشرف خلفاوي زاد وقتها معنا عملت كوب ضرب باهي ممكن كانت وقتها تكون الانطلاقه بتاعي وروحنا من الكوب داراب وقتها مشيت سجل فالي بونتو وقتها ضد الشباب السعودي هكا ضد المغرب الفاسي المغرب الفاسي خسرنا فينال وقتها كملنا فينال خسرنا مع الاهلي الاهلي السعودي ممكن من احسن الفترات من احسن الفترات اللي كيما يقولوا في التومكي وقتها كيف بعد البطولة هذيك ظهر لي بديت تجلب في الأضواء ظهر لي وصلوك حتى عروض معناها من خارج كنتش بتخرج وتقعد في السعودية وقتها الله يرحمه كان البريزيدون شريف بن لامين الله يرحمه جاتني أوفر من الشباب السعودي وبون جاي عيط لي البيرو قال لي ولدي مازلت صغير ومش وقت السعودية وكذا ووقتها بريسك فانت كونترا أنا عملت كونترا 5 سنين عديت منهم 3 وعاودت كونترا جديد وحكيت وقتها مع الاجون تاعي سي موجب ابراهيم وتفهمت الوضعيه وقال لي ميساج تكمل تقعد ونجم تخرج لبرا بون خممت اللي يلزمني نقعد في الكلوب ومازلت صغير وما عطيت حتى شيء للكلوب من بعدها بعام صارت لي الاصابه اللي ممكن كانت وقتها المنعرج نتاع الكارير تو نجيوها ان شاء الله قلت لي ندمت ما قبلتش وقتها مشيتش للسعوديه وقتها كنت باش تعمل مسيره مخير نجم نقولوا حتى فلوس كان نجم مخير نتصور اكثر زي وين ندمت ما نعرفش شنو كان باش يصير جيت نعرف اللي باش نتضرب ونقول وندمت اما انا خممت اللي مازلت وقتها 3 سنين في الكلوب مازلت ما عطيت شيء حبيت نلعب في الكلوب نعطي للجمعيه
بعد بتبيعها كل شيء بشي يجي. بون كان جا واحد يعرف شو بشي يصير عام الجاي ولا بعد نجم تقول كنت تغزو لاوروبا بتبيع العمر هذاك 23 24 سنه واحد يخمم باش ياخذ يمشي البعيد. ما كانوش برشا لاعبيه ياخذ جوا اللي وقت هذاك فماش برشا سيرتو يمكن عاد الوقت زبير باي وقت في الجنرال سيدي كلا 2004 من بعد الكوب دافيك وقت هذاك خرجوا برشا وقتها خرجوا اما في الوقت هذاك لا ما كانوش برشا قليل.